الضربه هذه ماشي عجبتني. هي هالمزوزي المزوزي ادخل اقوي دير ادخل خير عليك. تختك راس هذيك قالب سكر ومدو فيها 6 ملايين هي بنتي جايبها من سوق الفلاح نزوجها الولد عمها قاري وبيغوس ويخدم في لاكومين شقبيدر ريح كون الريح مفرقعه. لو كانت سي قويدر في هذا الوقت كبش واحد يكفي لك في عرس شاهو ندير راسك كروط. شوف اسيدي الوقت اللي حقناه بخير عليه وبدراه ما هو باغي يدي البنت فاسيليتي. راه حرام اسيدي نخبرك كي كوط مينوت في هذا الوقت وما تديهاش فاسيليتي على حالته الزينه كلها جا نفصلك يا خويا هاكا ربي يخليك. فكرتني يفكرك بالشهاده راه جانا تيلاكس تاع الخرجه تاعك راك مني تكهلا تقجرشه سقويدر خويا علاش ما تبركاكش من الدبازي والحقره والقطعه وهاد السيوفه فهمتني اروح انت اروح سقويدر ما خرجوكش بارسكون انت شامتي وعاقل خرجوك بارسكونك تاكل اكثر من بيجيت على صومالي راك مقيوم غالي فهمتني لا ديك الماكله الزينه ادوه خلوه ينفخ في الصابون حمولوه وخرجوه تربح ديما شافوك خير هاكلو ما تنقطعو في بلا حدود هيا سقويدر الله يفتح عليك ما تنساش باش تحك ظهرك وفمك مليح مليح على بالك الريحه اللي راها فيك تقول تاع اضبع اودي انا راني نخمم النوم ما باغيش تطيح راك تشوف الجليد شتا دار راني نخمم في رمضان انا شتا يصومني بس ناس يصوموا غير المرفهين والمساكين يصوموا غير الخميس والجماعة انقر ذاك البسط مباشرة من في هذا الصباح سنتحدث عن التفاح. لو كان ماشي الخرطي شكون ياكل لك التفاح؟ ايوا يا فربي دي طيارة ولا كاميو جماعني من مفتن 40 وراني شاهد ارواح تشوف الريشان تاع الكونتور ريح صاحبي فوتها حسبني طايح مع الجراد ولا ناكل من الودنية هيا نوفيخة كواط ليا همك نسفتني دوك نطلع في الشك الله ينوبا اطلقهم لا شو لا ضربوك ما راكش تشوف راه واقف علينا اطلقوا الحبات شكيت هذا هو سلاح زونيون تاع طريق سلامة او ندابز ونخلص ونسوق اختي باغي نسقسيك نعم بلاصه المعسكر ما كانش طياره اللي تمشي المعسكر اليوم هو ركا باسكال تاعك ايوا رجع نشوف راكو فيه جوج مع بعض نعم ما راكش تشوف راه لاصق فيا جبلايش البحر كلاش ديبلوماتيك وبالسلامة الله يسترك من العين الله يسلمك اي حلف امك الركا ترقو مسرارة سيلفو بلي لا سنتور راني محزم اربط روحك بهذه يا مومو سمحي لها سيد مقلط تحقوني ولا عبسوا على هذا البوتو راني بالكوزينة اكت اسماعيل مبوشي قد كلاش حقيت حاجة عبس على هذا البوتونة فكرت واحد الحاجة إلا قضبك المانو في كرشك تقرع في هذا البوتو هذي بتقريع عن طرطقها هادو هما صحاب الشطيبو اللي حكيت لك عليهم هذا بون زبان هذا خصنا عليه درام كبار باب 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 شوف الله يرحم والديك فوتنا على دوار الباليلي سيد الحسني كاتب الدله امه سيقدر دور شوار البحر دور مشهد راكو تشوفوا الحاله كي ولد دايره هنا مازال غادي نزيدوا نبنوا ان شاء الله واك وين دار زعما تصحنا سكنا هنا طول عقلوا على هاد البلاصه هاديك كوبالاوا تاع زمان ماميا هنا يا روكازينا صحاب سيد الهواري والبلونتير وصالاناس وهذا في اطار المخطط الجديد للسكن الاجتماعي والاولويه ترجع لاصحاب المدخول الضعيف زعما منها وهنا كما راكم تشوفوا الصبخه صغرناها خليناها كاطار وبنينا عليها سبيطار جديد نتاع وهران والمشكل الكبير هو المزوق من برا واش حالك من داخل وين وين